وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا أريج، ويمكن بالفترة الأخيرة ما عاد منستغرب بالمجتمع السوري متابعة برامج بتنتقد مختلف مجالات الحياة. أكيد في شريحة كتير ما بتتقبل هيدا النقد وبتعتبره ببعض المطارح إساءة لشخصه أو لعمله. وبالحقيقة بين الإساءة والانتقاد خط كتير رفيع. برامج متعددة ظهرت بالفترة الأخيرة، لكن مع موجة السوشيال ميديا صارت صفحات الإنترنت ساحة واسعة لمثل هيك برامج. سناب سوري هو برنامج ناقد ساخر رح يشوف الضوء قريبا. نتعرف أكثر على هالبرنامج معنا كرم جابي، صاحب فكرة برنامج سناب سوري. سعد صباحك كرم، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. هلا كرم، كيفك؟ تمام. سناب سوري شو هو؟ سناب سوري هو برنامج ناقد ساخر كوميدي على طريقة توك شو، عبارة عن 45 دقيقة من الضحك. حيكون أسبوعي، بلشنا فيه من يوتيوب. الضحك ولا من النقد والمعالجة بطريقة ساخرة؟ الضحك عن النقد وال اوكي. حنبلش فيه يوتيوب مبدئيا. قديش رح يكون مدته؟ 45 دقيقة. 45 دقيقة، يعني كرم قديش بتحس هلا نحن بوقتنا في اشياء كثير ممكن يكون في لها نقد، لكن بطريقة مثل ما بيقولوا يمكن نقد بناء، لحتى الشخص اللي عم يقدم هيك برنامج يكون اول شيء مهضوم وعنده كاريزما، وانت هذا الشيء يمكن الصفات الموجودة فيك كرم، الكاريزما الموجودة عندك، قديش لازم تقدر تطرحها بطريقة صحيحة عبر هالبرنامج؟ هي مثل ما قلتي خط كتير صغير بين ما أكون غليظ كتير على العالم وبين ما أكون كتير مهضوم والعالم تحبني. هاي الشيء اللي احنا عم نحاول أول شيء نشتغل عليه. كتير القصص اللي لازم ننقدها، بس اليوم المواطن تعب من النقد العادي، النقد التراجيدي أنا بحسه، ولا الطقم وهالقصص هاي، وحدا عم يحكي مو بلغة الشارع، مو بلهجة بيضة، فحبينا نعطيها لحنا بطريقة كوميدية. أكيد شوي شوي حتصير مثل المراية للمواطن، حتحكي عن حاله فأكيد حيحبها. هاي الأهم، إن شاء الله أكون أنا خفيف عليهم. طيب كرم، يمكن أكيد كل حدا بده يعمل خطوة جديدة، بيعمل هيك تجارب أو هيك بيعمل أو بيأدي هذا الدور قدام أشخاص بخصوصهم، كان بالعيلة أو إن كان بين رفقاته، كيف أنت قدرت تجذب رفقاتك ومحيطك لحتى أنت خلص هاي الفكرة ترسخت منيح براسك وقررت أنه تعملها ضمن سناب سوري؟ هلا هي معي كاركتري، يعني ما كان شيء أنه أنا عم بشتغل عليه، أنا كاركتري هي. فللاسف كثير عالم اكلت فصول مني. خبرنا هيك شوي بعض الاشياء يمكن يلي كانت هيك كثير فاني. ما في شيء، اذا في شيء ببالك. ما في شيء هلا، يمكن شوي اذا لا لا تكون سريع بديها هلا يلا على السريع كرم. عن جد ما في شيء حاضر، يعني بجوز شيء ما. طب خلينا ننتقد او نحكي مشكله. مثال، اي مثال بيخطر ببالك؟ خلينا ننتقد جماعه السوشيال ميديا، سياسه القطيع مثلا، هي اقل شيء اليوم نحن عم نشوفه كثير عم نعاني منه. سياسه القطيع اللي اكثر شيء انا استفزني لحتى اطلع ببرنامج. جماعه صباح الخير كصور، وهدول تبع لي على الواتساب بيوصلوا كل يوم، جمعه مباركه. الجروبات للاسف الاخباريه المفروض على اساس يلي بتنزل اخبار ابدا ما لها صحيحه، بتلاقي الف حدا عم يتشكر الشخص يلي منزل. طب منزل خبر اول ما لك متاكد منه، العالم عم تسكروا على شو؟ فهون وقت نحن حنعطيها شوي كوميديا كثير حتطلع منيحه للمجتمع ان شاء الله. هلا ما رح نحرق البرنامج اكيد كرام، بس نعرف شوي شو الفقرات اللي رح تكون ضمنه، رتبتهم ضمن فقرات معينه؟ اكيد مرتبين بفقرات. في عندنا اول شغله ضيف على طول، ضيفين هنين، في سياسي وفي حدا فني، فنان. السياسي طبعا ما له علاقه بالسياسه، هو اكيد سياسي بمنصبه باستضافته، لكن ضمن البرنامج رح يكون بعيد عن السياسه، حيكون شخص عم يخبرنا عن حياته الشخصيه وقصص كوميديه بتصير معه بحكم منصبه. يعني ممكن ما رح نحرقها. اوكي وصلت. كمان عندنا الفنانين، غير انه هن فنانين حيحكوا كمان قصص كوميديه بتصير معهم، وهي كثيره كثير بتصير بالتصوير وبقصص بتصير معهم برا الكواليس حتى بحياتهم الطبيعيه، فبنخليهم قراب شوي من العالم، نكسر هذا الحاجز يلي بين الشخص وبين السياسي. نعم. وبين الفنان. نعم. مشروع جديد وشي جديد بالاعلام السوري خلينا نقول، او بالاعلام بشكل عام او بالطروحات يلي عم تنطرح، هو التوك شو يلي حضرتك رح تنفذه عن طريق اليوتيوب. جاهز للنقد؟ جاهز أكيد. للمسخره؟ جاهز لاي حدا يوجه لك انتقاد ويستلموك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ 100% حتصير. اوكي. و1000%
انا جاهز لهم وكثير حانبسط فيهم. وكل ما صار وكل ما بعرف حالي انا لوين عم بوصل، يعني كل ما زادت شريحه الانتقاد فبعرف الشريحه اللي وصلت لها اكيد. وشوي شوي اذا كنت عن جد كثير غليظ حيبين، واذا كنت النقد بدائي يعني لبدايتي بيشتغل على تصحيح الاخطاء تبعي. يلا لا اكيد معك غليظ رح تبلش كرم على اليوتيوب، ممكن يوتيوب. نشوفك بالشاشات التلفزيون او لا؟ بتمنى بتمنى انا بس في شغلتين بتحكم، يعني اول شيء انه ما ينعمل كات لاي شيء من البرنامج انه اذا بدي اطلع على تي في. ثاني شغله انه اليوم خلينا نحكي كاعلام خاص عم يطلبوا ارقام كثير كبيره لاشتري ساعه هالهوا هي، فلحنا لا بشتغل عليها كيوتيوب، باخذ طبقه، بصير عندي فولورز قوي، ساعتها انا عم بعطيه يعني عم بعطيه ادفانتج لمحطته، فالمفروض انه ما ياخذ مني هالرقم هذا. تمام. بالنهايه هو مشروع شبابي يعني عم بصرف عليه مني. اوكي. بما انه عم تقول انه يمكن هو شيء خاص فيك وانت اللي عم تصرف عليه، يعني عم بيكون التمويل منك، قديش كرم كمان رح يكون في شيء مبهر بصريا ام لا كله رح يكون هيك ضمن الحدود العاديه وشيء بسيط؟ رح يكون في شيء تستخدموا تقنيات جديده، تستخدموا كاميرات يعني متميزه؟ هلا المفروض انه الاكويبمنت كله طبعا في معي المخرج الاستاذ مازن يونس، هو شريكي بالفكره، بوجه له تحيه. عم يشتغل عليه مازن بالكواليتي يعني كل شيء عم يكون كثير منتقى، لانه يا بدنا نطلع صح يا اما خلينا قاعدين ببيوتنا. عندي تصوير خارجي، عندي سكتشات، يعني حتى انعرض تقريبا عباره عن 8 دقائق سكتشات حتكون مصوره برا. هي كل حلقه؟ بكل حلقه. يعني لما نحكي عن فكره فساد صغيره او عن اي فكره، يعني مو اكيد مو ضروري الفساد، حنكون احنا مصورين لشيء برا حنتاخذ منه دقيقتين، يعني حيكون في شيء كمان اشياء خدميه اكيد. نعم كرام، خلينا نحكي يمكن اي برنامج هو بده تسويق كثير مهم، كيف رح يتم التسويق وخاصه يمكن على اليوتيوب هو معنو على تلفزيون؟ تمام. التسويق معي اكثر من جروب على الفيسبوك. فريق كثير كبير لهذا البرنامج؟ نحن فريق شوي صغير. ما لنا كثير كبير، نحن طالعين يعني كل حدا عرفان شغلته كثير منيح وعم نشتغل عليها وعم نتساعد مع بعض بالنهايه. معنا كمان بوجه لهم تحيه جروب الشباب الاول السوري الفالوجيين، احنا عباره عن تقريبا 200 الف شاب سوري، فهدول اعطوني دعم وباور كثير قوي انه اطلع. بلشنا بالمحطه تبعنا تبع اليوتيوب، لسه ما نزلنا عليها شيء، صار عندي عدد فولورز بس نزلوها هن، صار عندي عدد فولورز رهيب، لسه ما عملنا شيء ابدا بس حاطين لوجو. كمان في اكثر من جروب عم يساعدوني بهالموضوع، صفحتي كمان وصفحة مازن. كرم انت شخص دايما بتحاول يكون لك هدف بكل خطوة عم تقوم فيها، في اهداف اكيد كتير بعيدا عن تحقيق ذاتك بهالكاركتر، شو هي الاهداف بالفعل من هذا البرنامج؟ مو غير يعني ساعد الشباب يفكروا صح، ساعدهم وقت يشوفوا الغلط، مو ضروري او الغلط او المشكلة، يعني احيانا بصير معنا مشكلة ما نقلبها دراما عم نبكي ودموع، لا لا فينا ناخذها بضحكه وفينا نلعب لعبه كثير صغيره عليها، بجوز نحرك 1 سم من المشكله اللي احنا فيها نطلع منها ونطلع كثير مبسوطين. بدي ان شاء الله يا رب اقدر اوصل هيك رساله للعالم، نحن طالعين من حرب كانت متعبه جدا وخاصه للاجيال هي، فحاجه خلينا نضحك، خلينا نضحك وخلينا نلاقي حلول عن طريق الضحك، بركي هذا الهدف الاكبر بيكون التغيير. صحيح. كرم خلينا شوي هيك نحكي، قديشك انت متحمس لظهور اول حلقه؟ قديشك انت يمكن عندك ايمان كثير كبير بانه رح تكون صوت الشارع السوري والشباب السوري عن طريق يمكن 45 دقيقه؟ بتمنى اكون صوتهم عن جد، ان شاء الله يا رب اكون برجع بعيده انه كثير خفيف عليهم. طبعا تستقبل شيء مسجات مشاكل او تفاصيل بحياه ناس ممكن انت تطرحها؟ كثير العالم عم تحكيني هلا، انا صفحتي على الفيس مثلا انا كثير مع العالم اكتف بكون فيها جدا، فعم تبعث لي العالم انه قصص انه شوف مثل هي مثلا شوف شو صاير، فورا انا عم بطبخها. اوكي. عم بطبخها براسي وزبط لها شيء، يعني زبط لها سكتش مثلا او احكي عنها 5 دقائق، كثير حتصغر المشاكل. بكلمة أخيرة كرم شو حابب تقول؟ حابب أشكر أول شيء دعمكم، دعم الإعلام السوري كاملا الحكومي والخاص، بتشكر كل حدا ساعدني بهالمشروع وكل حدا كانت إيده معي، أكيد برجع بعيدهم الأستاذ مازن يونس وجروب الفالوجيين
وجريدة الوطن، وأكيد كل شكر لكم الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك يا كرم. أكيد نحن ناطرين أول حلقة وناطرين نجاح، يمكن غير شكل يكون إن شاء الله يا رب. أكيد نتمنى لك كل التوفيق. سناب سوري موفقين يا شباب أكيد، ونحن معكم يمكن بكل الطروحات الجديدة اللي رح تقدموها. ممنون ذوقكم كرم. إمتى أول حلقة رح تطلع؟ تقريبا بعد 10 أيام. أوكي، كل التوفيق لك ولكل الجروب. ميرسي كرم. يعني مع الإبداع والتميز السوري بيكون صباحنا وصل للختام. نتمنى لكم بقية نهار يحمل كتير من الطاقة والسعادة، وأكيد ابقوا على اطلاع على كافة الأحداث من خلال التغطيات المستمرة على شاشة الإخبارية السورية. دايما موعدنا بتجدد كل يوم الساعة 9 الصبح، وبنهاية هالأسبوع نتمنى لكم عطلة أسبوعية كلها راحة إن شاء الله. ميرسي لك يا أريج، وأكيد نتشكر كل فريق العمل بالإخبارية السورية. بقية نهار يا رب بيحمل كل الأمل لكل مشاهدينا ومشاهدي الإخبارية السورية، وأكيد من القلب ودائما كل التحية لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. الله يحميكم يا شباب. باي باي. باي.